الدوري المصري هل هيستأنف هذا الموسم مع بقاء الأزمة الحالية؟ هل تتوقع يا أستاذ محمود أن الدوري سيتم استئنافه، أن الدوري والنشاط الكروي هيعود؟ هيعود إن شاء الله، لا بديل يا أستاذ محمد. بس عندك مشكلة في حاجة، طب هتحدد، سيبك من مين، هتحدد بطل الدوري. مش بنتكلم على السنين اللي جاية، قصدي يعني النسخة الحالية. ما أنا بكلمك، لا أنت سيبك من تحديد بطل الدوري، سيبك من مطالبة البعض اللي في موقف مثلا 6-7-8 أندية بيحاولوا يلغوا المسابعة. طب تحديد الهبوط هيبقى ازاي؟ طيب صاعدين من ممتاز به للدرجة الأولى هيبقوا ازاي؟ طب الهابطين من ممتاز به للدرجات الأدنى وصعود الأعلى؟ أنت تعرف إنه في مطالبة إن الدوري ب 24 نادي السنة الجاية؟ خلاص نلغي الدوري ونصعد من الست أندية الأول والثاني من الثلاث مجموعات ونلغي الهبوط هنا ويبقى يعني شوف انت التفكير وسط، يعني يبقى 6 يعني يبقى 24 نادي، يعني على 18 نصعد الاول والثاني من ايه؟ من الممتاز به خلاص، والهبوط من تحت مش عارف بتتعمل له ترتيبه لو حصل كذا. لا الدوري هيرجع ويتعمل ويكمل باذن الله تعالى ان شاء الله، واعتقد الكلام ده يتم يعني مثلا ممكن في شهر يونيو على الاقل. انت محتاج شهرين ونص على الاقل مثلا لاستكمال مسابقه الدوري، لاستكمال مسابقة الدولة، لأنه في ناس عاوز تطرح طرح إيه بقى؟ يقول لك ناخد الأول أربعة في الدوري نعمل منهم دورة مجمعة ونحسب، طب والباقي؟ طب الناس التانية ممكن عندها أمل إنها تدخل في أفريقيا، عندها فرصة. فأنا عاوز أقول لك إيه؟ في، لكن أعتقد إنه اتحاد الكورة الحالي هيبقى حريص على كمل المسابقة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله هتكمل المسابقة بإذن الله تعالى.